السلام عليكم. النهاردة هنتكلم على العمليات اللي نقدر ان احنا نطبقها على الاحداث. وعرفنا المرة اللي فاتت انه الحدث هو جزء من مجموعة فضاء العينة، وانه مجموعة فضاء العينة دي هي المجموعة اللي بتحتوي على الاحتمالات اللي ممكن تحصل اذا قمنا بتجربة عشوائية معينة، زي مثلا رمي قطعة نقود او رمي الزهر. لو خدنا مثلا مثال رمي قطعة النقود، هيكون في احتمال انه قطعة النقود دي هيكون الوجه بتاعها عليه يا اما كتابة يا اما صورة، فبالتالي مجموعة فضاء العينة اللي بنرمز لها بفاء هتساوي كاف وصاد. وعلى سبيل المثال لو قلنا ألف عبارة عن حدث بيساوي ظهور كتابة، فألف هتكون بتساوي كاف، ولو باء بتساوي ظهور الصورة فباء هتكون بتساوي صاد. طيب ايه بقى العمليات اللي نقدر ان احنا نطبقها على الاحداث دي الف وباء؟ هنرسم شكل اسمه شكل فين دياجرام. الطريقة دي بتسهل علينا فهم العمليات اللي احنا نقدر نطبقها على الاحداث في اللي احصل. لو افترضنا انه المستطيل الكبير ده هو مجموعة فضاء العينة، ومجموعة فضاء العينة في التجربة اللي عندنا بتحتوي على عنصرين، كتابة وصورة، كاف وصاد، والمجموعة ألف هي عبارة عن ظهور الكتابة وباء عبارة عن ظهور الصورة. بالتالي هتكون مثلا دي المجموعة ألف ودي المجموعة باء، فلو قلنا مثلا ألف اتحاد باء بتساوي وألف تقاطع باء بتساوي ألف ناقص باء بتساوي ونقط. دي أمثلة للعمليات اللي احنا ممكن نطبقها. أول حاجة ألف اتحاد باء، إذا المجموعة ألف زودنا عليها المجموعة باء هنلاقي إنه عندنا مجموعة فضاء العينة كلها. فألف في المثال ده ألف اتحاد باء بتساوي فاء اللي هي بتساوي كاف وصاد. طيب ألف تقاطع باء، هل في أي نقطة من نقط التقاطع ما بين المجموعتين دول أو ما بين الحدثين دول ألف وباء؟ مفيش، هتكون الإجابة فاي. ألف ناقص باء، ألف ناقص باء، هل إذا احنا قلنا إنه مفيش أي نقط من أنواع التلاقي أو أي نوع من أنواع التلاقي ما بين المجموعتين، فألف ناقص باء هتساوي ألف زي ما هي، لأنه باء مش مشتركة في أي جزء مع المجموعة باء. ده كان مثال للعمليات اللي نقدر نقوم بيها على مثال بسيط وهو إلقاء قطعة من النقود ومشاهدة الوجه، هل هيكون كتابة او هتكون صورة. لكن لو افترضنا مثلا انه في تجربة عشوائية وانه الحدثين الف وباء موجودين بالشكل ده، ده الحدث الف وده الحدث باء، وهما الاثنين ما بيمثلوش كل فضاء العينة، بيمثلوا اجزاء بس معينة زي ما احنا شايفين الجزء ده كله
فاضي بينتمي لمجموعة فضاء العينة، وفي نفس الوقت في نقطة من التلاقي ما بين المجموعتين أو الحدثين. فلو قلنا هنا ألف تقاطع باء، ألف تقاطع باء هتكون بتساوي الجزء ده، وألف ناقص باء هو الجزء الزيادة عن التقاطع ده. يعني ألف ناقص باء هتساوي الجزء اللي احنا شايفينه هنا ده بيساوي ألف ناقص باء. لو قلنا باء ناقص ألف هيكون بيساوي الجزء ده، باء ناقص ألف. طيب إذا افترضنا إنه المجموعتين دول بالشكل ده مفيش بينهم أي نقطة تلاقي، نقدر نسمي المجموعتين دول أو الحدثين دول حدثين متنافيين، حدثين متنافيين. يعني أ ناقص باء بتساوي فاي، يبقى أ وباء حدثان متنافيان، متنافيان. يبقى أي حدثين الفرق ما بينهم يعني لو قلنا أ تقاطع باء بتساوي فاي، معنى كده انه ألف وباء حدثان متنافيان، حدثان متنافيان. اخر نقطة عايزين نتكلم فيها وهي حاجة اسمها المجموعة المكملة، المجموعة المكملة. لو خدنا الحدث ألف على سبيل المثال، المجموعة المكملة بتاعته هي المجموعة اللي لو زودناها على ألف هتطلع لنا مجموعة فضاء العينة، وده معناه المساحة دي كلها، كل الاحتمالات اللي موجودة خارج نطاق الحدث ألف. يبقى الجزء المظلل بالأزرق ده هو ألف شرطة. يعني ببساطة لو قلنا ألف اتحاد ألف شرطة هتساوي فاء، ألف اتحاد ألف شرطة هتساوي فاء. ناخد مثال على العمليات دي. لو قلنا مثلا إن احنا رمينا الزهر، ف فضاء العينة هيكون بالشكل ده، دي الاحتمالات اللي عندنا، ظهور رقم واحد أو اتنين أو تلاتة لحد رقم ستة، والحدث ألف هو ظهور رقم فردي، نقول واحد وتلاتة وخمسة، وباء هو عبارة عن ظهور رقم زوجي 2 و 4 و 6، و ج هو ظهور رقم يقبل القسمة على 2، فنقول 2 و 4 و 6، و د رقم يقبل القسمة على 3، فنقول 3 و 6. لو قلنا مثلا ألف تقاطع باء وألف اتحاد باء وجيم ناقص دال و باء
ناقص ج. أول حاجة ألف تقاطع باء، إيه النقط اللي الحدث ألف يتقاطع فيها مع الحدث باء؟ مش هنلاقي أي من العناصر المشتركة ما بينهم، يبقى الإجابة فاي، والحدثين هنا حدثان متنافيان، ألف وباء حدثان متنافيان. طيب ألف اتحاد باء، هنلاحظ إنه لو إن إحنا أضفنا باء على ألف هنلاقي إنه كل العناصر بتاعتهم بتساوي فاء، فالإجابة هنا هتكون فاء فضاء العين، أو بتساوي 1 2 3 4 لحد 6. ج ناقص د، ج ناقص د يعني العناصر الزيادة الموجودة في ج عن العناصر الموجودة في د، هنلاقي إنه الإجابة 2 و4 لأنه 6 موجودة في الحدثين، فالإجابة هتكون 2 و4. باء ناقص جيم، باء ناقص جيم، إيه العناصر الزيادة اللي موجودة في باء مش موجودة في جيم؟ هنلاقي إنه العناصر هي، فالإجابة هتكون 5 لأنه مفيش عناصر زيادة في باء عن جيم. دي كانت العمليات على الأحداث، أتمنى إنها تكون سهلة، وأشوفكم المرة الجاية إن شاء الله، والسلام عليكم.